최고! نينتندو سكتت ظهرا ونطقت بأحلى كلام أخيرا بعد سنة مضنية من الانتظار إن هم يعملوا لنا عرض نينتندو ديركت له معنى. احتفالا بالذكرى رقم 35 لإصدار أول لعبة لسوبر ماريو اللي نزلت سنة 1985، فنينتندو عملت لنا النهاردة عرض ديركت مخصوص بس لسوبر ماريو، والصراحة كان أكتر من رائع. العرض كان 16 دقيقة وكان مليان حاجات. في الفيديو دوت انا حاول الخص لكم اللي جه فيه تصاعديا وفقا لدرجة الاهمية من وجهة نظري. طبعا تعالوا نبتدي باول حاجة، وهو ان احتفالا بالذكرى رقم 35 لاصدار لعبة سوبر ماريو، فنينتندو تعاونت مع مجموعة كبيرة من الشركات لانتاج مجموعة مختلفة من المنتجات، زي مثلا جزمة بوما لونها ازرق واحمر مستوحاة طبعا من لبس سوبر ماريو، شكلها ظريف جدا. مجموعة كبيرة جدا من التيشيرتات، مجموعة كبيرة جدا من الالعاب، وبالاضافة لكده طبعا السوبر ماريو ليجو اللي هو مختلف عن الليجو بالشكل التقليدي اللي احنا عارفينه، هو اوريدي موجود في الاسواق، بس يعني نينتندو كانت بتفكرني يا جماعة يلا روحوا انزلوا اشتروا الحاجات ديت. حاضر ان شاء الله ربنا يسهل. للناس اللي اوريدي عندها نينتندو سويتش وبتستمتع بالالعاب الحصريه اللي على المنصه، فاحتفالا بعيد ميلاد ماريو ال 35 نينتندو هتعمل محتوى اضافي مجاني لمجموعه مختاره من الالعاب، بالتحديد انيمال كروسنج وسبلاتون 2 وسوبر ماريو ميكر 2 وكمان سوبر ماريو سماش برادرز. فاكرين جهاز الجيم ان واتش بتاع زمان بتاع الثمانينات؟ نينتندو هتصدر نسخه محدوده جديده ممكن تلعب عليها 3 العاب، 2 منهم بالالوان على شاشه LCD سكرين على ما اظن، لعبه سوبر ماريو برادرز الاصليه، سوبر ماريو لوست ليفلز، ولعبه بالون جيم اند واتش، بس المره دي بتتحكم فيها بسوبر ماريو. وكمان لو انت مش مشغل الجهاز فانت ممكن تحوله لساعه بتنور وشكلها ظريف جدا، تحطها على المكتب، تحطها على الشوفونيره جنبك وانت نايم بالليل، يعني شكلها حلو جدا. دي من الحاجات اللي احب قوي ان انا اجيبها، وان كنت متصور ان هيبقى سعرها غالي فنستنى نشوف كده هيبقى سعرها كام. لو عندك اشتراك نينتندو سويتش اونلاين وساري وشغال دلوقتي، فانت بامكانك انك تخش وتحمل تجميعة سوبر ماريو اول ستارز اللي بتضم 4 العاب، اول 3 اجزاء من سوبر ماريو برادرز، وبالاضافة لكده ماريو لوست ليفلز. وبالمناسبة ممكن تنزلها النهاردة من خلال الاب بتاع السوبر نينتندو. بتحب ببجي؟ تخيل حاجة زي كده بس سوبر ماريو. طبعا ما اقصدش يعني ان ماريوهات هتموت في بعضها وكده، ولكن ممكن تتنافس مع 35 لاعب تانين من خلال لعبة سوبر ماريو الاصلية، وبتحاول فيها انك انت تبقى اخر واحد متبقي في المرحلة. انت كلكم بتلعبوا في نفس الوقت اونلاين طبعا، والاخير اللي بيقدر يصمد هو اللي بيكسب. دي فكرة رائعة جدا، وهتنزل او هتبتدي تقدر انك تنزلها ببلاش لو عندك اشتراك نينتندو سويتش اونلاين 1 اكتوبر. وبالنسبة للناس اللي مهووسة بالاميبو، زي الاميبو دوت يعني تماثيل صغيرة زي كده بتبقى يعني مستوحاة من شخصيات نينتندو المختلفة، ويعني مجموعة تانية من الشخصيات اللي بتنزل ألعابها على منصات النينتندو، فهم عاملين 2 تمثالين جداد صغيرين، واحد سوبر ماريو هو لابس طقم القطة، وكمان برينسس بيتش وهي لابسة طقم القطة. الاتنين دول انا اكيد هعمل لهم بري اوردر وان شاء الله بفتحهم معاكم هنا على القناة. طبعا نينتندو ما تبقاش نينتندو لو احتفالها بواحدة من اهم الشخصيات في عالم الفيديو جيمز ما كانش فيه نوع من انواع الابداع الغير متوقع. طبعا كلنا عارفين لعبة ماريو كارت، وهي لعبة السبق اللي بتلعب فيها بشخصيات عالم سوبر ماريو. تخيل بقى لو ممكن حلقات السباق تبقى جوه بيتك، والسباق يبقى جوه بيتك. ايوه زي ما بقول كده، هم عاملين منتج غريب جدا، مبدع جدا، عظيم جدا، انك انت ممكن تعمل جوه بيتك حلبة سباق، وتجيب عربية لماريو، والعربية بيبقى فيها الكاميرا، وبتقدر انك انت توصلها بجهاز النينتندو سويتش بتاعك، ممكن كمان تلعب مع ناس تانية معاك وتتسابقوا جوه البيت. الكاميرا بتنقل
الأحداث على الشاشة كأنه سبق حاجة. الصراحة مبدعة جدا جدا جدا، حاجة رهيبة يعني نينتندو طبعا يعني. وبصراحة يعني أنا أحب أوي أحب أوي أوي إن أجيبها، لكن متخيل إنها هتكون غالية جدا ومحدودة جدا، وما عنديش فكرة هعرف أشغلها إزاي. بس يعني أنا منبهر أوي باللي أنا شفته. دي نينتندو في أحسن حالتها. ماريو كارت لايف هوم سيركت هيبقى متاح للشراء في 16 أكتوبر السنة دي. تعالوا نخش على اهم خبرين من وجهة نظري، وهي الالعاب الفري دي اللي هتنزل على النينتندو سويتش. اول لعبة هي سوبر ماريو 3D وورلد، دي كانت نزلت على النينتندو وي يو بالمناسبة، وكانت لعبة رائعة جدا، ما خدتش حقها للأسف لان الوي يو ما باعش كتير، بس بالنسبة لي من الالعاب المحببة جدا لسوبر ماريو، ومبسوط قوي انها هتنزل على النينتندو سويتش. لو انتوا ما لعبتوش اللعبة على الوي يو فانصحكم وبشدة، لو عندكم نينتندو سويتش وبتحبوا سوبر ماريو لازم تجيبوا اللعبة دي. لو اوريدي لعبتوها على الوي يو فمش عارف، هم عاملين مود زيادة اسمه باوزرز فيوري، بس ما قالولناش دوت ايه بالظبط. اظن هيبقى فيه محتوى اضافي بحيث انه يحفز الناس اللي لعبت اللعبة على الوي يو انها تجيبها تاني على السويتش. انا من الناس ديت، ف يعني لحد ما اعرف دوت ايه يمكن ما اشتريش اللعبه ديت، على اعتبار ان انا هي اوريدي عندي، يعني انا هي اوريدي عندي وانا اوريدي لعبتها، فهنشوف. بس في كل الاحوال طبعا اللعبه ديت كان في اشاعات انها هيعاد اصدارها على النينتندو سويتش، وفعلا الاشاعات ديت طلعت صح. اللعبه هتنزل 12 فبراير 2021، يعني لسه قدامها شويه. بس القنبله الحقيقيه بقى واللي مش هنحتاج نستنى لها كتير هي سوبر ماريو 3 دي كولكشن. هينزل اصدار خاص ومحدود جدا لو انت بتحب تجيب الفيزيكال كوبيز لسوبر ماريو 3 دي. بتضم ايه؟ تلات العاب: سوبر ماريو 64 اللي نزلت على جهاز النينتندو 64 طبعا، سوبر ماريو سانشاين اللي نزلت على الجيم كيوب في اوائل الالفينات، واخيرا العظيمه والرائعه سوبر ماريو جالاكسي اللي نزلت على النينتندو وي. الثلاثه هيبقوا في لعبه واحده او في شريط واحد، وقالوا لنا ان هم هيحسنوا الريزولوشن في التلات العاب دول، وكمان هيحسنوا شويه او هيعززوا شويه من التحكم في الشخصيه واسلوب اللعب، وديت حاجه مهمه جدا وبالتحديد في لعبه سوبر ماريو سانشاين عشان كان فيها بعض المشاكل. وهتنزل امتى؟ سبتمبر 18 او 18 سبتمبر، يعني بنتكلم في اسبوعين. فدي الصراحة كانت مفاجأة حلوة جدا. انا كنت متخيل ان ديت هتبقى اللعبة بتاعت الكريسماس اللي هم هينزلوا لنا بقى قنبلة الكريسماس، هتبقى لعبة سوبر ماريو. واضح ان هم محوشين لنا حاجة تانية هتبقى مفاجأة اكيد هنسمع عنها، بس مش مهم دلوقتي. احنا دلوقتي بنحتفل بعيد ميلاد ماريو رقم 35. انا عن نفسي اللعبة ديت هنزل اجيبها، مع اني لعبت التلاتة وقفلتهم، بس احب اجيبهم والعبهم تاني، لان يعني ماريو وسوبر ماريو 3 دي وورلد انا اعتبر لعبتها من 4 5 سنين، فلسه يعني فريش شويه في دماغي. لكن طبعا الحاجات القديمه ديت نفسي العبها تاني، وايه احسن منصه تلعب عليها الالعاب ديت لو ما كانتش نينتندو سويتش. وبكده اكون قدمت لكم ملخص العرض بتاع نينتندو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم يا ريت تعملوا عليه لايك عشان تدعموا القناه، ولو لسه ما اشتركتوش في القناه يا ريت تعملوا سبسكرايب عشان تتابعوا اول باول محتوى القناه اللي بنغطي فيها حاجات كتيره قوي من احدث اخبار عالم الفيديو جيم، لمراجعات للألعاب القديمة والجديدة، للستريمينج، للأنبوكسينج والفيديوهات يلا نلعب، وحاجات تانية كتير. يلا نشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.